بعد ما نحل الواجب راح اصور الورقه وارسلها لكم. تمام، صورنا الورقه وارسلناها للجميع، شوف ايش الاخطاء اللي عندك وعدلها. طيب تعدلها بترسلها لي مره ثانيه على واتساب؟ لا خلاص نكتفي بحلك الاول، لانه اتفقنا انه سابقا انه اخر حد تسليم الواجب هو يمثلها الماضي، فموعد التسليم انتهى فخلاص. اذا بسم الله نبدا مع الواجب. اوجد قيم كثيرات الحدود، اوجد قيم كثيرات الحدود عند النقاط المعطاة، عند النقاط المعطاة. تمام يا شباب؟ فأول مسألة بالنسبة للشباب اللي توهم داخلين، يلا ما دام ثلاث دقائق يلا حضر كمان مشكلة. يلا طيب نرجع للمحور حديثنا. أول شيء قالك أوجد قيم كثيرات الحدود عند النقاط المعطاة. أوجد قيم كثيرات الحدود عند النقاط المعطاة. نعطيك كثيرة حدود، ألا وهي 5 إكس تكعيب يعني أسس 3 ناقص إكس تربيع زائد 5 ناقص 3. فيه إشكالية هنا، فيه إشكالية اللي هي هو خطأ في السؤال. ناقص زائد 5 ناقص 3 لابد هنا تكون، لابد انها تكون اكس، لابد انها تكون اكس. تمام يا شباب؟ طيب اذا هي اصبحت كالتالي 5 اكس تكعيب ناقص اكس تربيع زائد 5 اكس ناقص 3. تمام، عندما قالك عندما قيمه اكس تساوي كم؟ تساوي سالب 1، تساوي سالب 1. أول طريقة أو أول خطوة أبدأ فيها إيش؟ إحنا عرفنا أن قيمة الإكس كم؟ قيمة الإكس عبارة عن سالب 1. أول شيء نشيل كل إكس ونعوض عنها قيمتها، نشيل كل إكس في السؤال نعوض عنها بقيمتها. كم القيمة المعطاة لنا؟ القيمة المعطاة لنا هي عبارة عن سالب 1، سالب 1. إذا بسم الله نبدأ. هنا 5 تنزل كما هي، 5 الأولى تنزل. هنا كم؟ إكس تكعيب، أشيل الإكس أحط مكانها كم؟ سالب 1. إذا تصبح سالب 1 أس 3. هنا إشارة ناقص تنزل كما هي، الإكس تربيع نشيل الإكس ونحط مكانها كم؟ سالب 1. إذا تصبح سالب 1 تربيع، سالب 1 تربيع زائد 5، 5 في كم؟ 5 في إكس، نشيل الإكس ونحط مكانها كم يا شباب؟ أيضا سالب 1 ناقص 3. إذا يا شباب لو تلاحظون ايش الاختلاف بين السؤال وبين اول خطوه في الجواب؟ ما في الا نقطه واحده، اللهم اني شلت كل اكس في السؤال وعوضت عنها بقيمتها المعطاه لي في نفس السؤال. كم القيمه المعطاه؟ القيمه المعطاه هي عباره عن سالب 1، القيمه المعطاه هي عباره عن سالب 1. طيب طالما اني حاليا عوضت وانهينا الخطوه الاولى، ايش الخطوه اللي بعدها؟ الخطوه اللي بعدها ايجاد الاسس، يعني اذا عندك اس فك الاس. تمام؟ طيب اذا تصبح كالتالي، تساوي الخمسة تنزل كما هي، أها سالب 1 تكعيب، سالب 1 تكعيب تساوي كم يا شباب؟ سالب 1 تكعيب حط عندنا هامش، إيش معناته؟ ها عبد الله الدوسي يقول 3. يا شباب يا شباب، إحنا سبق وأخذنا تعريف الأس، قلنا أنه تعريف الأس هو عبارة عن عدد مرات ضرب العدد في نفسه، هو عدد مرات ضرب العدد في نفسه. يعني لما أقول سالب 1 أس 3 ايش معناتها يا شباب؟ معناته انه سالب 1 مضروب في نفسه كم مره؟ سالب 1 مضروب في نفسه 3 مرات، 3 مرات. اذا تصبح سالب 1 ضرب سالب 1 ضرب سالب 1. صحيح كلامك صحيح، اللي توني قايل انه خطا في السؤال المفروض يكون فيه اكس. طيب اذا سالب 1 اس 3 معناته سالب 1 بسالب 1 بسالب 1. طيب سالب 1 بسالب 1 بكم؟ سالب بسالب، خلينا ناخذها. احنا عندنا حاليا اعداد وعندنا اشارات، عندنا اعداد وعندنا اشارات. بالنسبه للشباب اللي يلخبطون في الاشارات دائما، اضرب الاعداد لوحدها بعدين اضرب، بعدين اضرب اضرب الاشارات بعدين اعداد. يعني سالب في سالب ايش يعطيني؟ ها شباب، سالب في سالب موجب، موجب في سالب، ها موجب في سالب، سالب. نعم، اذا تصبح الناتج راح يكون سالب. طيب
واحد ضرب واحد ضرب واحد، الواحد مهما تضربه في نفسه كم يعطيك؟ بيعطيك ايضا واحد. تمام؟ اذا سالب واحد اس ثلاثة هي عبارة عن كم؟ هي عبارة عن سالب، هي عبارة عن سالب واحد. نفتح قوس، حط سالب واحد. في واحد، في شباب راح يسألون حاليا يقول ليش فتحت القوس؟ القوس هو عبارة عن عملية ضرب، الخمسة مضروبة فيما داخل القوس، الخمسة مضروبة فيما داخل القوس. تمام يا شباب؟ تمام. طيب اللي بعدها، سالب في سالب واحد تربيع، سالب في سالب واحد تربيع، ننزل السالب. تمام كما هو، ونشوف سالب واحد تربيع كم تساوي يا شباب؟ سالب واحد تربيع تساوي كم؟ سالب واحد تربيع هو عبارة عن سالب واحد بكم؟ في سالب واحد. تمام؟ سالب في سالب شو يعطيني؟ موجب. واحد في واحد كم يعطيني؟ واحد أيضا. إذن سالب واحد تربيع هو عبارة عن موجب واحد، ونضع في داخل القوس واحد. ليش حطنا قوس؟ لأنها تعتبر عملية ضرب، راح نضرب السالب في القوس. طيب اللي بعدها، خمسة في سالب واحد، خمسة في سالب واحد، خمسة في سالب واحد كم؟ موجب خمسة في سالب واحد، موجب في سالب شو يعطيني؟ ها شباب، موجب في سالب يعطيني سالب، لا سالب سالب. تمام؟ موجب في خمسة، موجب في سالب أعطاني سالب. خمسة في واحد كم تعطيني؟ ها؟ خمسة في واحد. ها شباب، الجميع يشارك. تمام، إذا خمسة في واحد تعطيني خمسة. وأخيرا ناقص ثلاثة تنزل كما هي. طيب اتضح لدينا حاليا خمسة في سالب واحد ناقص واحد سالب خمسة سالب ثلاثة. ايش اللي باقي عندي؟ باقي في عملية ضرب، في عملية ضرب. يعني مثلا عندك هنا تساوي، الخمسة مضروبة في سالب واحد، ليش مضروبة؟ لأنها في قوس، لأنها في قوس. لحظة عبد الرحمن، خلينا نخلص الشرح وراح نرجع لأسئلة كاملة. ثواني بس، ثواني ثواني. خمسة في سالب واحد، يا أخي أدري في غلط في السؤال، قلت لكم من قبل يا شباب، من قبل قلت لكم إنه في كان في ما في إكس وحطيت الإكس أنا. طيب ركزوا معي، خمسة في سالب واحد بكم؟ خمسة في سالب واحد، ها؟ موجب خمسة في سالب واحد، موجب في سالب سالب، خمسة في واحد بخمسة. طيب هنا سالب في موجب واحد، سالب في موجب واحد، ليش قلت في؟ لأنها في قوس فيها ضرب. سالب في موجب واحد يعطيني كم؟ سالب واحد. وهنا ناقص كم؟ ناقص خمسة. وأخيرا ناقص ثلاثة، إذن تساوي، نبدأ نجمع، سالب خمسة ناقص واحد ناقص خمسة ناقص ثلاثة. أنت عندك هنا طريقتين لإيجاد الناتج، طالما إن كلها سالب فيها شيء موجب ولا لا؟ ولا كلها سالب يا شباب؟ سالب خمسة ناقص واحد ناقص خمسة ناقص ثلاثة كلها بالسالب. في طريقة مريحة اللي هي خلاص ما دام كلها بالسالب طلع السالب في الناتج، طلع السالب في الناتج. طيب اجمع الباقي، خمسة زائد واحد ستة، ستة زائد خمسة 11، 11 زائد 3 بكم؟ 11 زائد 3 بكم؟ ب 14. تمام؟ ايش 24؟ 14. تمام يا شباب؟ طيب اذا ركزوا معي مره ثانيه، نركز مره ثانيه. قال لك اوجد قيم كثيرات الحدود عند النقاط المعطاة، عند النقاط المعطاة. تمام؟ طيب السؤال كالتالي، خمسة إكس تكعيب ناقص إكس تربيع زائد خمسة إكس ناقص ثلاثة، عندما قيمة إكس تساوي كم؟ تساوي سالب واحد، تساوي سالب واحد. تمام؟ تمام. طيب تساوي سالب، قيمة الإكس تساوي سالب واحد. طيب إيش المطلوب مني؟ أول خطوة أسويها في حل السؤال وشو؟ قالك دائما أول خطوة إنك شيل كل إكس وعوض مكانها بقيمتها، شيل كل إكس وعوض مكانها بقيمتها. طيب قيمة الإكس كم معطاها في السؤال؟ سالب واحد. إذن راح نكتب نفس المعادلة ولكن راح نشيل الإكس ونضع مكانها قيمتها، فأصبحت نزل خمسة كما هي، خمسة افتح قوس نشيل الإكس تكعيب ونحط مكانها كم؟ سالب واحد تكعيب. إشارة إن السالب تنزل كما هي، سالب. هنا إكس تربيع نشيل الإكس تربيع نضع مكانها كم؟ سالب واحد تربيع زائد خمسة إكس
الخمسة تنزل كما هي، الإكس نشيل نحط مكانها كم؟ قيمتها سالب واحد، أخيرا سالب الثلاثة تنزل كما هي. أنا حاليا هنا عوضت بقيمة الإكس، لو تلاحظ الفرق بين السؤال وبين أول خطوة في الجواب هي التعويض فقط. طيب عوضنا، إيش المطلوب مني بعدها؟ قالك المطلوب بعدها إنك تفك الأس، إنك تفك الأس، يعني هنا خمسة في سالب إكس سالب واحد تربيع، سالب واحد تربيع بكم؟ سالب واحد تكعيب، معلش سالب واحد تكعيب، يعني سالب واحد أس ثلاثة كم ناتجها؟ قالك أبدا، سالب واحد أس ثلاثة معناتها سالب واحد مضروب في نفسه ثلاث مرات، فإذا لما نضرب سالب واحد في نفسه ثلاث مرات تصبح سالب واحد. كيف؟ أبدا، أقول لك الحين، سالب في سالب موجب، موجب في سالب سالب، إذا ناتج سالب الأخير. واحد في واحد في واحد يعطيني كم؟ واحد، الواحد مهما ضربت في نفسه فالناتج الأخير هو واحد، إذا سالب واحد أس ثلاثة معناتها سالب واحد، وضعناه هنا كما ترون، أصبحت خمسة في سالب واحد. ناقص ينزل كما هو، هنا سالب واحد تربيع كم تعطيني؟ سالب واحد تربيع معناتها سالب واحد مضروب في نفسه كم؟ مرتين، سالب واحد مضروب في نفسه مرتين، إذا تصبح سالب في سالب كم؟ لا لا، ما هو باثنين، سالب في سالب كم؟ موجب، والواحد في واحد بواحد، إذا أصبحت موجب واحد، سالب واحد تربيع هذه أصبحت موجب واحد، موجب واحد، راح أحطك موجب هنا عشان تفرق، تمام؟ طيب اللي بعدها سالب موجب خمسة في سالب واحد، موجب خمسة في سالب واحد، موجب في سالب ايش يعطيني؟ سالب خمسة في واحد خمسة، أخيرا سالب ثلاثة تنزل كما هي، تمام؟ زالت كلها كما هي. طيب ايش باقي عندي؟ باقي عندي ضرب. شلون ضرب؟ قال لك الأقواس هذه عبارة عن ضرب، الأقواس هذه عبارة عن ضرب. لو تلاحظ هنا عندي موجب خمسة مضروبة في كم؟ مضروبة في سالب واحد، فأنت لما تقول موجب في سالب ايش يعطيني؟ ها يا شباب، موجب في سالب سالب، إذا موجب في سالب أعطانا هنا سالب، الخمسة في الواحد بخمسة نزلت كما هي، هنا سالب في موجب واحد، سالب في موجب واحد، سالب في موجب إيش يعطيني؟ سالب في موجب أيضا سالب، والواحد كما هو، تمام؟ اللي بعدها سالب خمسة تنزل كما هي، وسالب ثلاثة أيضا كما هي، لو تلاحظ أصبح عندي في الأخير سالب خمسة ناقص واحد ناقص خمسة ناقص ثلاثة، كلها بالسالب، كلها إيش؟ بالسالب، طالما كلها بالسالب طلع إشارة السالب إيش؟ في الناتج الأخير، في الناتج. طيب اجمع الباقي، 5 زائد 1 6، 6 زائد 5 11، 11 زائد 3 14، إذا أصبح الناتج النهائي سالب 14. تأخذ الطريقة الثانية، سالب 5 ناقص 1 أصبحت سالب 6، سالب 6 ناقص 5 أصبحت سالب 11، سالب 11 ناقص 3 أصبحت سالب 13. طريقة أخرى، مبدأ الدين، حط أن السالب عليك دين والموجب، والموجب شيء في جيبك. انتهينا من الفقرة الأولى، راح نبدأ في الفقرة، راح نبدأ في الفقرة الثانية. نعم صحيح، الناتج الأخير هو سالب 14، سالب 14. طيب يا شباب، عندنا الفقرة الأخيرة، الفقرة الأخيرة قال لك واحد ناقص إكس تكعيب، واحد ناقص إكس تكعيب يعني إكس أس ثلاثة ناقص إكس أس خمسة، ناقص إكس أس خمسة، عندما قيمة إكس تساوي كم؟ عندما قيمة إكس تساوي اثنين، تمام؟ طيب إيش أول خطوة أسويها؟ دائما أول خطوة أتخذها هي التعويض، التعويض. إذن نبدأ في الحل، يساوي الواحد ينزل كما هو، سالب هذا ينزل أيضا كما هو، الإكس هذا إكس تكعيب أشيل إكس أحط مكانه كم؟ أحط مكانه اثنين، فتصبح اثنين تكعيب، يعني اثنين أس ثلاثة، تمام يا شباب؟ اللي بعدها سالب ينزل كما هو، إكس أس خمسة أشيل إكس أحط مكانه كم؟ قيمتها اثنين، فتصبح اثنين أس كم يا شباب؟ أس خمسة. أها طيب، حاليا احنا عوضنا مكان كل اكس بقيمتها اللي هي معطاه في السؤال اثنين. حاليا راح اوجد التربيع، الواحد ينزل كما هو، السالب ايضا ينزل كما هو، تمام؟ اذا نزلنا الواحد مثل ما هو ونزلنا السالب، ايش باقي عندي؟ باقي عندي 2 اس 3، 2 اس 3 راح اطلعها، 2 اس 3 ايش معناته يا شباب؟ 2 اس 3 معناته 2 مضروبه في نفسها ثلاث مرات، معناته 2 مضروبه في نفسها ثلاث مرات، اذا تصبح 2 ضرب، إذا تصبح 2 ضرب 2 ضرب 2 ثلاث مرات. طيب 2 ضرب 2 بكم؟ ب 4، 4 ضرب 2 8، إذا 2 أس 3 ناتجها هو 8 كما ترون، تمام؟ اللي بعدها السالب هنا ينزل كما هو أيضا، تمام؟ طيب
2 اس 5 2 اس 5 2 اس 5 تساوي كم يا شباب؟ لا لا ما تضرب 2 في 5 لا 2 اس 5 معناتها يا شباب 2 مضروبة في نفسها كم مرة؟ 2 مضروبة في نفسها 5 مرات 2 مضروبة في نفسها 5 مرات إذا تصبح 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 1 2 3 4 5 تساوي طيب نشوف كم تساوي طيب شباب 2 ضرب 2 بكم؟ 2 ضرب 2 ب 4 4 ضرب 2 8 8 ضرب 2 16 16 ضرب 2 32 اذا 5 2 اس 5 تعطيني 32 تمام يا شباب اذا اصبحت كالتالي 1 ناقص 7 ناقص كم ناقص 32 اذا تساوي 1 ناقص كم 1 ناقص 8 بكم يا شباب 1 ناقص 8 واحد ناقص ثمانية. أها. واحد ناقص ثمانية هو سالب سبعة. إذن سالب سبعة ناقص اثنين وثلاثين. إذن تصبح سالب سبعة ناقص اثنين وثلاثين. سالب سبعة ناقص اثنين وثلاثين. كلهم سالب ولا كلهم موجب يا شباب؟ كلهم سالب. سالب وسالب كلها. سالب سبعة ناقص اثنين وثلاثين. نزل شرط السالب. سبعة زائد اثنين وثلاثين بكم؟ 39 ممتازين يا شباب وبكذا يكون انتهى الحل كذا يكون انتهى الحل او خذ طريقه ثانيه 1 ناقص 8 سالب 7 سالب 7 ناقص 32 انا لما يكون علي دين 7 ريال سالب 7 دين علي واخذت ايضا دين 32 فاصبح ديني كله كم؟ اصبح كامل الدين 39 يا شباب اللي عنده سؤال يتفضل الشات قبل ان ننهي الدرس يلا اللي عنده سؤال اكتب سؤالك واذا طويل سؤالك قول له بطلع مايك ها شباب اها لا 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 اهم شيء الاشارات اهم شيء الاشارات ترى غالبا الاقواس اللي نحطها كلها عشان الاشارات الاقواس اللي نحط هذه غالبا عشان الاشارات يعني لو تلاحظ هنا في القوس هذا سالب في موجب واحد ترى هذا ضرب سالب في موجب اعطاني سالب الواحد نزل كما هو فاصبحت سالب واحد بدل ما كانت موجب واحد بالقوس. الاختبار متى؟ ما تحدد لحدنا. السؤال الأول هنا كان عندي خطأ في السؤال، ما حطيت لكم الإكس قبل. السؤال اللي كتبته لك قبل ما حطيت الإكس. سهوا مني، نسيت إني أكتب الإكس. تمام؟ فوجدنا الإكس هنا. لا تخاف، ما أنت مطالب إنك توجد الإكس، لا. أنت عليك تحل الشيء اللي قدامك فقط. تمام احد عنده سؤال شباب احد عنده استفسار اي نعم السؤال الاول كان في خطا واحد اللي هو الاكس السؤال الاول كنت حاط 5 بدون اكس انا فانا لما جيت احل الان وجدت في خطا في السؤال فاضطريت اني اضيف الاكس هذه لانها موجوده في السؤال اصلا فممكن بعضكم لخبطت في ايش لخبطت في الاشاره لخبطت في الاشاره يعني لو ما كان في اكس كنت راح اتعامل مع الخمسة هذه على انها موجب وليست سالب هنا يعني اللي حلوها بدون اكس راح تكون سالب 5 ناقص 1 زائد 5 ناقص 3 راح يكون الناتج سالب 9 وليس سالب 14 للي ما حط اكس تمام لكن مع الاكس لا الناتج يصبح سالب 14 سالب 14 سالب 2 ايش فيها؟ ايش فيها يا علي عبد الله؟ علي تفضل افتح المايك عادي تفضل علي عندك سؤال؟ لا لا ما يطلع سالب 4 كيف يطلع سالب 4؟ لا لا بخليه حتى الحلقه انا سبق وقلت لكم انا ما راح احاسبك على ان النادي الصح ولا غلط ما راح احاسبك على النادي الصح ولا غلط نهائيا انا اهم شيء انك تكتب الخطوات هذه وتحل بالطريقه هذه بعدين لو طلع ناتجك خطا ما عندي مشكله أنا. يكفي انك اجتهدت وحليت. اللي بدون اكس ما راح تكون سالب 4 لا. وجهك ابيض. ما علينا هذه خلوا السؤال الفقره الاولى خلوا جواب على جنب.
أحد عنده استفسار بعد الحل اللي شفتوه حاليا؟ في أحد عنده سؤال؟ بدأ يا إبراهيم، بدأ محمد إبراهيم، عادي ما مشكلة، اليوم حلك غلط صح إن شاء الله، وراح تطلع الأمور إن شاء الله مضبوطة في الأيام الجاية. يعني الجميع ما عنده أي سؤال ها؟ ما في مشكلة، ما عندك مشكلة. اللي عنده مشكلة في اسمه يرجع يكتب اسمه مرة ثانية. اللي يقولون عندهم مشكلة في الاسم عادي اكتب اسمك مرة ثانية، ما عندك أي مشكلة. لكن أنا لما أقول لك قبل شوي على الواتس، الواتس هذا ضمان لك ولي أنا، يعني كما أعطيتكم سؤال حاليا الموقع رجع واشتغل، فراح تكون واجباتنا على الموقع، لكن واجبك هذا راح يكون محفوظ تمام، طالما الموقع كان خربان قبل. شلون تثبت واجبك الأول؟ هذا تثبته عن طريق الواتساب، المحادثات راح تكون معي حتى بعد رصد النتائج في الترم الأول أسبوع بعدها، عشان لو واحد عنده احتجاج عنده اعتراض يقول والله تعال فلان هذا الواتساب حقك، صورة الواتساب موجودة وهذا واجبك أن ترسله فقط لا غير. طيب إذا شباب بالتوفيق، شوفكم إن شاء الله غدا في درس جديد. لحظة يا شباب، مشعل عبد الله خبراني، مع الممارسة يا مشعل صدقني راح تضبط الأمور معك، مع الممارسة مرة ومرتين وثلاث وأربع راح تضبط الأمور معك إن شاء الله، بس حاول أنك تركز فيها، حاول تركز. إيه إحنا اليوم ما كان عندنا الواجب، فإذا انتهى الواجب خلاص ما عندنا شيء ثاني، ما راح يكون فيه وقت كافي إني راح أشرح درس ثاني. ما أدري والله راح تنزل ولا، أتوقع راح تنزل بإذن الله، طالما أنها مسجلة راح تنزل بإذن الله. عموما حتى لو ما نزلت المحاضرة هذه حقة الواجب، أنتم في قبل الدرس نفس الدرس هذا موجود على الموقع من قبل تمام. استفسار أخير يا شباب؟ بالتوفيق للجميع، بالتوفيق يا شباب، في أمان الله.